ولك بابور بابلك زيدنا عندك سلاحك. اهلا اهلا مرحبا اهلا مدام اهلا مدام شرفت المخفر. ميرسي جاي اقدم شكوى على المرحوم جوزي. نعم شو اقدم شكوى على المرحوم جوزي؟ نعم جاي اقدم شكوى على المرحوم جوزي. يا عمي حدا بيقدم شكوى ضد مرحوم؟ انا بدي اقدم شكوى ضده. ليش؟ لانه بلا خصيه. قليل الخصيه بشكل يعني صدقني هو عايش هو ميت زيت الشيء بالحالتين قليل الخصيه على الاخر. ها يعني قصور بقلب المره على الاخر. ما يعني ما اثر عليك شيء ولا شوي ولا نتفه مثل بعضها هيك وهيك زيت الشيء. بس يا مدام صعبه انك تقدمي شكوى ضد واحد ميت. يا خيي فشلي خلقي ولك فشلي خلقي بدي فش خلقي بدي فشه فشلي اياه ولك فشي رح فشو فشي ورح فشو ورح فشي فشلي انا فشلك ايه انا فشلي يا مدام. اكيد انت مين لكن امر الله هو عايش ما فشيني على القليل نفشو هلا فرجيني اياها. شو بدي فرجيكي يا مدام؟ عيب لك العالم لو لا خلصني طلعها وفرجيني اياها. ولا شو بدك؟ بقى انت وعدتني بس فش اللي خلقي طلعها بقى وفرجيني اياها. ولا شو بدي طلعك فرجيكي عيب يا تربي حالك ولك يا خيي هيدي اللي هالقد اللي هالقد. لا هي مش هالقد اصغر بشوي ما شاء الله. إذا بشوي مش مشكلة بس طلعها هاي اللي بتكتب عليها. ما بكتب عليها أبدا أنا لا. لك يا خيي في وحدة هالقد بتكتب عليها الشكوى. المحضر. ولك إيه ورقة المحضر. ولك معقول المحضر بلا معنى؟ يخرب بيتك وديتي لي أفكاري لغير مطرح. هالقد ومدري إيه. لكن فرجيني إياها ورقة المحضر بلا معنى. تعمل إيه؟ محضر إذا بتريد وفش خلقي. إيه تكرم عينك. ها شو اسمك؟ مونيك. ما سمعت من أول مرة شو اسمك؟ مونيك. إيه بتمتى. اسمك بلا مربى يا مدام. أنا؟ عادي لا سمع في الاسم قبل مرة. اسم جوزك؟ حبيب. كنت غنج وقل له حبيب حبيب حبوبتي. والله هو يغنجني ويقول لي مونيك مونيك منوكتي. كان يغنجها مونيك مونيك منوكتي. بلا معنى. ليه؟ نعم القصة وما فيها ايش تفضلي؟ انه نحن عنا جنينة والجنينة فيها نافورة. ايه نافورة بترش مي هيدي هيك بتطلع. ايه فجوزي قبل ما يموت وصاني اهتم له بجنينته ونافورته. تهتم له بنافورته. ايه بس انا ما بعرف لوحدي. ايه طبيعي لوحده واحد مأذية. مش عم بعرف. ايه بدي يكونوا اثنين. ايه مش عم حب اشتغل فيها لوحدي ما بقدر. سأليني الي امبارح بدي خياره نزلت عجنين في خياره هالقد في خياره هالقد في خياره هالقد في خياره هالقد اياها لازم اقطوف. اللي بتعني لك اكثر يعني انه نزلها شو بدك اياها؟ انا كلهم بيعنوا لي بس انا كنت بدي اقطف وحده لاكبسها. مأذية. إذا بدك تكبسيها مفروض تنقي وحدة هالقد وقاسية. قاسية. بلا معنى. يعني هلا أكيد بدي نقيها قاسية، على الأكيد رح نقيها قاسية، لأنه إذا كانت طرية دغري بتدبل وبتغلط وبتفوخر. وبتعصمي سيك مدري كيف. بعدين الرمانات عنا. ايه نعم. طيب في رماني هالقد وفي رماني هالقد وفي رماني هالقد.
أيها الطيبة؟ ما بعرف أنا على حسب علمات الرمان اللي هالقد أتشبشي مسكة الإيد يعني اللي هالقد كلها سيليكون كلها فيتامين هابقوا حاطين لها هيدي الإبرة عرفت إيه هون تصير تصير هالقد ايه مثلا بعدين العريشة مثلا لك شو العريشة العريشة كان المرحوم مصندة بعمود اينا اتهب الهواء طار العمود ووقت العريشة ييه. شو بدي اعمل انا جربت وقفه بايدي ما مش الحال ما كان يوقف معي ايه ما قلك بالعادة توقفي بلا كان يوقف وهلأ لا هلأ ما عم يوقف معي مشكلة زعلت نقهرت يعني حطيتي بقلبي ايه اخر شيء بعت ورا السنجري ما صرف حضرته رحت جبته بايدي عفاكي سجل اذا بتريد راحت جبته بايده جبته بايدي وجرب هو كمان يوقفه ما كان يوقف معه يا خشليتي ما كان يوقف معه بس ما عم خبرك ما القسطر رفيع والنقر كبير صار يلقلق هو جرب يفوته؟ جرب يفوته صار يلقلق وصار يخض خض ما مش الحال ايه شو عملتي؟ قطشت له اياها لكن ما قطشت له اياها؟ ايه شو بده يقعد عنده نص نهار ومثل قلته قلت له ضبط لكيشك وفل قطشت له زيارته وخلصنا قطشت له الزيارة؟ ايه لك قولي بلا معنى بلا معنى قطشت له اياها وبعته على البيت فكرت قطشت له الزيارة انا ما قطشت له اياها بلا معنى للزيارة للزيارة بدي سجل عندك عفير النحل عفير النحل بطرف الجنينة اينا انا بدي امرق بدي هيك دوق لحسة براس لساني اجت نحلة وعقصتني فيه باصبعك؟ ولك لا في عقصتها فيه عقصتني فيه ورم وصار هالقد وحياتي شواربك هالقد صار بس تعزي شواربك يعني انه بس انه حلو هالقد يعني مش عاطل لا مش عاطل بس شو بدي اقول ما في احكي ولا كلمه ما قصتنا فيه ليه بتحكي منه انه اكيد بحكي منه ليش انت ما بتحكي منه لا انا بحكي عنه يا عيب الشوم ليه؟ يا عيب الشوم نزلت من عيني لوين؟ أنا عم بحكي عن لساني أنا كمان كنت عم بحكي عن دينتك عن لسانك عن لساني قصتني بلساني إيه؟ ورم وصار هالقد إيه قصة وصار هالقد وبعد بدك أكتب شيء بالمحضر؟ لا خلص بكفي هالقد إيه؟ هلأ أنا بدي أحط لك واحد واحد بكفي؟ على نيز وديك اثنين ثلاثة فحطها شو رأيك حط ثلاثة أحسن زيادة الخير خير حسب الأمبيونس رح حضر لك شو اسمه طابع بريدي شكرا في عص بس حطه هون قدامي على الطاولة تقمضي لك عليه بعد هذا الحديث كله بدك اقطع الطاوله وتمضيلي على ايه بدي عزبك حطه هون قدامي على الطاوله تمضيلك سوري ما 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 بتزبط حط لي اياها طيب في اطلب منك خدمه ايه تفضلي فيك تعيرني في تسند العريشه سوري بس ما انا مسند في الطاوله بتبيعها مع السندوتش